بالنسبة للإمساك المزمن. في ناس بقى عندها إمساك مزمن وفي ناس راضية بالإمساك. خلي بالك الإمساك ده خطر، لأنه إيه؟ بوظ الشعر، بوظ الجلد، بوظ العين، الإمساك المزمن. طب يعني إيه إمساك يا دكتور؟ الإخراج الطبيعي في البني آدمين إن هم يعملوا براز كل يوم مرة أو مرتين. خلي بالك معايا من الكلام ده. يبقى الإخراج الطبيعي مرة أو مرتين، ممكن ثلاثة، ممكن ثلاثة. في بعض الناس لما تاكل تعمل إخراج، دي ناس محترمة. لما ياكل يعمل إخراج. خلاص؟ وفي ناس ما تاكلش لما تعمل إخراج، زي الفل. المهم ما يعديش عليا يوم من غير إيه؟ إخراج. يبقى كلمة إسهال إذا زاد عدد مرات البراز عن 5. واحد دخل الحمام 5 مرات. البراز لين، البراز ناشف، 5 مرات في اليوم، ده بنعتبره إيه؟ إسهال. في ناس كتير بيقولوا إيه هو الراويني؟ في الجزائر كذا حد. اسمه ربرب. بس المشكله في اللهجات اللي ما هو اسمه ربرب. الراوند ده اسمه ربرب. ربرب ها، ما هو كده اسمه ربرب. ما يعني انا زي ما بقول ايه، الصمغ العربي. لما نيجي على الصمغ العربي، ما هو الصمغ العربي؟ اسمه عربي الجم. واغلب مكانه بيبقى في السودان، واغلب مكانه في السودان. يعني ربنا ميز كل بلد بحاجه. فالربرب ده انت لو نزلت على اي صيدليه وقلت له يعني ايه ربرب، ولا اللي دارسين صيدله فاهمين يعني ربرب. وساعات بيبقى عيدان، فساعات الراوند ده بيبقى زي القرفه. القرفه عيدان، عيدان قرفه. وريني القرفه اهي، في عود اهو، دي القرفه. ده من اقوى المضادات الحيويه اللي خلقها ربنا. القرفه بتعالج الزور والمناخير. القرفه دي ممكن تبقى عيدان، ممكن تبقى عيدان. ادي العود اهو، معلش طلعه، معلش طلعه كده يا رب يطلع اهو. ادي العود اهو، ده اسمه عود قرفه. بالمناسبه سينامون. القرفه دي اسمها سينامون، والقرفه دي لو حطيتها في سبيرتو بتطلع احلى عطر خلقه ربنا. اهو انا بديكوا اسرار عطور اهو، الناس اللي عايز تفتح محلات عطور. احلى عطر خلقه ربنا بتاع القرفه، زي ما لسه قلنا بتاع الشيع اولد سبايس، وقلنا بتاع مين، وساعات بيطلعوا من الكمون. كمون، الكمون ده احلى حاجه تفك المغص. بس انا عايز اقول لك على حاجه في الاعشاب. الاعشاب الافضل بتاعها ان يكون سليم وتطحنه انت. يعني ايه؟ يعني هات الراوند وطحنه انت. ليه؟ عشان البولاتايل اويلز والماده الفعاله ممكن تطير. يعني فايده الكمون هو سليم، فايده الكزبره وهي سليمه. لسه هقول لكم على كنز الكزبره ده. الكزبره ده كنز والله العظيم، في كنز اسمه الكزبره. امسك كده وريني الكزبره. الكزبره هي يا جماعه، الكزبره دي اسمها ايه؟ يعني هي حاجه زي الكاسكاديا، مش عارف. الكزبره دي كسكره، ساعات بيسموها كسكره. الكزبره دي احنا بنحطها في مصر على الطعميه. بس الكزبره دي بقى اسرار رهيبه جدا. يعني هقول لك على بعض اسرار الكزبره دي. لو عندك مغص، اي مغص، ومضغت عليك الكزبره المغص يروح. متهيألي الكزبره يعني تمضغ عليك الكزبره كل يوم الدنيا حلوه. عندي مغص، عندي كذا. نرجع للامساك المزمن. انا اضيع الامساك ازاي؟ اضيع الامساك بان عندي هضم كويس. يبقى بدايه علاج الامساك من تمضغ الاكل حلو، تاكل سلطه خضراء، تعالج سنانك لو فيها حاجه بايظه. لان لو عندي سناني بتجيب صديد وريحتها وحشه، لو اي عيل ريحته وحشه وبيطلع هباب من بقه، يبقى عنده مشكله في سنانه، تعالجها سيادتك. المشكله ممكن يكون سنانه مش مكتمله كويس، وممكن تكون سنانه مش مكتمله فبيبلع الاكل. زي ما هو اتنين بيبلعوا، الطفل اللي هو بيبلع وحد بايظه، والناس الكبيره اللي ما عندهاش سنان بيبلع. طب الاكل لو اتبلع عند البني ادمين، احنا ما عندناش قناصه، وما عندناش زي معده الحيوانات المكتره، المعده الثالثه والرابعه ما عندناش، ها. فبالتالي الاكل اذا لم يمضغ لا يهضم، واذا لا يهضم يعمل لي بقى امساك وغازات، واقعد بقى باليومين ثلاثه مش قادره كده ولا ايه. فبنديله بقى حاجات تحرك المعده. زي ايه؟ ايه اسرع علاج الامساك على وش الارض؟ الراوند. نص معلقه راوند الصبح وبالليل. حاجه تانية، ما هم كانوا بيدوا زمان حاجه اسمها السنامكي، خلاص معروفه، وفي حبوب في الصيدليات اسمها كده سنامكي، خلاص. طيب مفيش حاجه ملينه تاني غير السنامكي والراوند؟ ما الحلبه ملينه. واحد يقول لك الريحه، الحلبه ملينه اهي. الحلبه دي كنز. احنا قلنا الكزبره بتظبط سكر، والحلبه بتظبط سكر. في ناس بتقول بحمصوا الكزبره بعملها على ايه؟ لا، انا عايز الكزبره زي ما هي. حمصتها ضيعت البولاتايلز اللي فيها، خلي بالك معايا. زي واحد بيقول لك ايه، الله يكرمك، حمصت الكمون وحمصت الحلو، انت حرقتها. حمص ايه؟ حمص. انا دلوقتي عندي الحلبه كبرها تنشف، بس او ممكن تبقى نابته، او ممكن تبقى نابته.
طب الحلبه دي بتظبط ايه؟ بتظبط السكر، معلقه حلبه طريه. الحلبه دي بتظبط ايه؟ بتظبط الدوره الشهريه عند السيدات. طب عند الرجاله؟ لا، عند الرجاله تعمل اسرع علاج للسيدات والبنات اللي عندها ثدي صغير عايزه تكبر الثدي. النبات الوحيد في العالم اللي بيكبر الثدي الحلبة. عشان كده بالنسبه للسيدات ما يعملش مشاكل للرجاله. لا، ما بيعملش مشاكل الرجاله الا اذا كتروا منها. هي الستات تاكل 3 معالق حلبه في اليوم، انما الراجل واحده بس تاكل. اكل العلاج الهرموني السريع. برافو عليك. فالعلاج الهرموني السريع حلبه نابته حطيتها تنبت على على قطنايه او كده شويه بشويه ميه، بتظبط الهرمونات، بتعالج الام الدوره. اسرع علاج خلقه ربنا للانيميا. ليه؟ لانها بتدي الاستروبيتين هرمون. كلام كبير قوي. لكن لما اقول للرجاله يفضل انها تشيل كوب واحد يوميا. يفضل انها تشيل كوب واحد يوميا للرجاله، خلاص، الا اذا كان الراجل عنده سكر. فالراجل عنده سكر هو محتاج معلقه حلبه طريه كل يوم، ياكل معلقه ومعلقه كزبره كل يوم وبصلايه متوسطه. طريقه الحلبه يا تتنعي تحط عليها ميه سكر، ميه سخن. حطيت على الحلبه كوبايه ميه مغليه سيبها دقيقتين بقت طريه وجميله جدا. ازاي الذ طعم خلقه ربنا، متعه. خلاص، يبقى انا بديكوا ايه؟ صيدليه طبيه غاليه جدا جدا. نرجع للامساك المزمن. قلنا ممكن اقضي على الامساك المزمن بالتمر على الريق. في ناس بياخدوا 3 بلحات اللي ما عندهمش سكر، التمر اهو. والتمر لا يخلو فيه من بيت محترم. البيت المحترم لازم فيه بلح في رمضان بس، ده على طول يا فندم. بيت المؤمن، بيت المحترم، مؤمن ومسيحي ويهود، بيت المؤمن لا يخلو من تمر. اوعى الولد هو خارج الصبحيه او البنت وهي رايحه المدرسه ممكن احط له التمر في عسل، فاديله بلحايه واحده في معلقه عسل بس، دي هتديله طاقه النهار كله. بلحايه واحده سهله، وبدل الشوكولاتات والمصاصات والمهلبيات ما اديله 3 بلحات في البوكس بتاعه او في كيس ظريف كده، لما يجوع ياكله هيعمل له ايه البلح؟ هيعالج الانيميا فيديله قوه تركيز. هيعمل له ايه البلح؟ يعالج هشاشه العظام ما عندوش كساح. هيعمل له ايه البلح؟ يديله اعلى مصدر للكالسيوم والحديد والفيتامينات. هيعمل له ايه البلح؟ هيديله مصدر طاقه. بتحافظ على ابنك؟ بتحافظ على بنتك؟ متهيألي مفيش احلى من معلقه بلح حيوي ومعلقه عسل، سهله مش غاليه قوي يعني، ممكن كيلو البلح يكفيني شهر. وممكن كيلو العسل يكفيني شهر، ما فيهاش حاجه ولا ايه؟ نرجع تاني لاسرع علاج للامساك المزمن. لو انت مش جايب معاك الراوند، مش جايب معاك السنامكي، في بقى خلطه بنعملها سنامكي على راوند على عرقسوس على شمر على مر، شغلانه بقى جامده دي. تاخد منها معلقه على كوبايه زبادي الصبح ليل. لو عندك امساك بقالك 20 30 سنه كل ده يتنضف. بالمناسبه انا جالي ناس، ده العرقسوس، والعرقسوس ده من اسرع علاجات المعده. العرقسوس ده من اسرع علاجات الجروح الداخليه والخارجيه. الداخليه لو انا عندي قرحه معده وبموت، بجيب معلقه عرقسوس بودره وفي ربع كوبايه ميه دافيه وارجها جامد جامد جامد، واروح 5 دقايق القرحه قافله. علاج على وش الارض العرقسوس. وايه كمان؟ والعرقسوس ده مش بيعالج القرح الداخليه للمعده والامعاء والقولون، لا، ده بيعالج الجروح الخارجيه. واحده فاتحه بطنها وبقى لها اسبوعين 3 مش راضيه الجروح تقفل، كوبايه عرقسوس سخنه كل يوم كوبايه الجروح تقفل. اسرع علاج للجروح بره وجوه. مفيش حد قال الكلام ده. احنا بناخده بس عشان الحموضه، لا، والحموضه والقرحه وقرح القولون والجروح الخارجيه والجروح الداخليه. ساعات دلوقتي بيعملوا منه مستحلب زي ميه سخنه ومسحوا بيه الجلد حرقان وعلى فكره اللي يعالج من جوه يعالج من بره. وانا دايما الدكتور جوده بيقول لو عندي مشكله جلديه عالج من جوه الاول، عندي فقاقيع، عندي هرش، عندي جرب، عندي بقع ملونه، عندي اي حاجه في الجلد، نعالج ايه الاول؟ من جوه. نعالج الكبد ونعالج القولون ونعالج الكلى ونظبط السكر ونعالج الاملاح، يبقى الجلد ايه؟ اتعدل. يا دكتور الكميات اللي يجيبوا منها قد ايه؟ ما تزودش عن 200 جرام، ربع يعني كيلو. انا اجيبها في رف ولا احطها في البيت ولا اجيبها في قد ايه؟ اعملها فين؟ لا، ما انت هتجيب الصيدليه زي ما هي معموله كده ان شاء الله يا رب، رف واحد اثنين ثلاثه مثلا. يعني يعمل رف عنده ويقفل عليه بس. وقفل ما قفلش موقف، والحمد لله يا جماعه. اصل في ناس كانت بتشكك في الاعشاب، يقول لك ايه الاعشاب وملوثه، ويا عم كل ناشف طار يا حاج. هو بس لا تفسد الاعشاب الا اذا بللت، والا اذا قعدت كتير بقت اكسبايرد، اتغيرت يعني ما بقتش مفيده. انما احنا بنجيب فريش